سفيان كسبات المدير التنفيذي لمقهى سيناريو. كانت فكرة يعني قديمة جدا، يعني أن يكون في فضاء يجمع المثقفين، يعني منذ أيام المراهقة يعني كانت ديما نسمع بمقهى فيشاوي في القاهرة والمقاهي المعروفة يعني مقهى ريش أيضا في مصر. فكان الحلم أن يكون في فضاء يجمع المثقفين والكتاب والأدباء، يكون في مقهى في الجرائد والروايات، يكون في رف مثلا خاص بتوقيعات بتاع الكتاب. فالفكرة هذه جت فرصة يعني عن طريق الصديق، يعني صديقي محمد لمين هو المدير المقهى الفعلي وهو المدير التنفيذي. طبعا حقق هذا الحلم، يعني حقق لي الحلم في ان احنا نديره مقهى سيناريو. اخترنا المكان في زي ما شفتوا تو مقهى سيناريو، ففعلا تحقق جزء بسيط. يعني نحن طبعا في ليبيا نفتقد لثقافة أو فضاء المكان، ولكن الحمد لله بدأت في مقاهي تكون مقاهي متخصصة، مقاهي رجيلة، في مقاهي مثقفين، مقاهي خاصة بالبلياردو، هذه واحدة من المقاهي. يعني مقهى سيناريو طبعا لما واحد يسمع يقول انه هو مقهى مثقفين، مش معناها المقهى مثقفين لما يجوا اللي يكتب بس ولا كذا، هو مقهى مفتوح للجميع، يعني يجوا كل الناس يعني، ولكن هو روح المكان وهوية المكان صبغة عليها صبغة الثقافة يعني الحابة. وانت احنا سميناه طبعا مقهى سيناريو لانه هو يعني السيناريو هو كتابة التفاصيل يعني، واعتقد انه تو ما فيش افضل من المقاهي في كتابة تفاصيل حياتنا. يعني اللي جاي بيوقع شيك يفكر في كيف بيصرف فلوسه، بشد طابور المصرف، اللي جاي بيفكر في مشروع مثلا تقرير تلفزيوني، اللي جاي بيفكر في مشروع بيعمزه واصحابه بيحطوا التكلفة متاعه، اللي بيفكر في مشروع مجموعة قصصية مسرحية رواية. فالمكان هو كتابة التفاصيل. فشن أضاف نقدرش نقول لك شن أضاف، بقدر ما هو يبي يضيف المقهى أنه هو يكون مكان لكتابة التفاصيل. بالنسبة للتجربة الشخصية كإدارة مقهى ثقافي، يعني لأول مرة يعني نمسك مبادرة الإدارة، أضاف كثير أنه هو أصبح حتى مكان نجتمعوا فيه، يعني النقاد والصحفيين، حتى الصحفيين لما يجيبوا يديروا مثلا استطلاع وكذا تلاقوا في المقهى. يعني أصبح مكان خاص للكتابة، يعني الأبحاث العلمية، تفاصيل المشاريع القادمة، فهو الملاذ الأول حتى لصاحب المقهى يعني أصبح. المقهى يعني قاعد يستخدم في فكرة توقيع الكتب، يعني درنا ثلاث حفلات توقيع كتب، كتاب طبي وروايتين وثلاث روايات، بالإضافة لأنه هو قاعد مكان لأندية القراءة، نادي أنا أقرأ يستخدم فيه في قراءاته، يستخدم فيه والأنشطة متاعه، بالإضافة إلى حتى الناس اللي تبي تصور مثلا مشهد أو كذا يعني، فقعدوا يستخدموا في المقهى اللي أصبح زي بدات الجدارية، جدارية الأدباء والكتاب والفنانين أصبحت يعني زي الأيقونة يعني. فممكن هذا الشيء اللي قدمه في النشاطات الثقافية للمقهى. إن شاء الله ربي وفقنا ينجح مقهى سيناريو ويستمر. أنت تعرف أن الاستمرارية صعبة جدا، خصوصا في المشاريع التي تصبغ عليها صبغة الثقافة، الناس ينظرونها في نظرة يعني أخرى يعني غير المتوقعة. لكن نتمنى أن يكون فعلا هذا الفضاء هو فضاء المثقفين.